بينضم لنا السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. برحب بحضرتك. أهلا بك. الأحزاب بين قانون الانتخابات فيما يخص الحوار الوطني، رؤيتكم؟ والله بالنسبة للإصلاح والنهضة شايفة إن هي بالنسبة لها النظام الأمثل، إن هو بالنسبة لنا عندنا سكة من سكتين، إما السكة الأولى إن هي الفردي مع القايمة النسبية، وده بيدي فرصة عشان الأحزاب الناس اللي موجودة في الساحة تمثل بشكل حقيقي، لأن القايمة المطلقة بيبقى فيها إهدار كبير لكثير من الأصوات كان ممكن تكون ممثلة. يعني مثلا القايمة جايبة 51، في 50% مش ممثلين، فالتمثيل النسبي بيدي فرص كبيرة لكثير من الأحزاب والقوائم إن هي ممكن يكون ليها تمثيل. أو القايمة زي ما هي المغلقة عشان نتفادى قصة التمثيل الشباب، المرأة، الناس اللي هم كوكا، تبقى قوائم مغلقة، ولكن قوائم مغلقة محدودة. يعني أنت مش قايمة مثلا فيها ربع الجمهورية، يعني الناس كلها فازت يا أخي، فتدي فرص تبقى مثلا مقسمة، مثلا اسكندرية دي قايمة، القاهرة دي قايمة، كذا. فالقايمة المغلقة تبقى قايمة محدودة بمساحة يسهل التنافس فيها، فممكن تظهر تنوعات مختلفة في أكثر من مكان. ده بالنسبة لرؤيتنا، إن إحنا من خلال التجربتين اللي هم قبل كده، إن بيبقى في مشكلة في قصة القايمة المغلقة الكبيرة، ومش كل القوائم هتبقى تتمكن ماديا وواقعيا إن هي تتحرك مثلا على ربع الجمهورية. واقع الأحزاب دلوقتي لو هو بالشكل ده، أنا مش هقدر أتحرك على ربع الجمهورية مرة واحدة، أنا ممكن أتحرك على مستوى محافظة أو على قايمة نسبية. فإحنا وجهة نظرنا الصورة السليمة اللي هي نتفادى بيها الجزء بتاع الإشكاليات بتاعت القايمة المغلقة الكبيرة، اللي محتاجة مبالغ كبيرة، اللي محتاجة أعداد كبيرة، محتاجة لوجستيات كبيرة قوي، دي إلى إما قايمة نسبية يا إما القايمة المغلقة المحدودة بالمحافظة أو بمنطقة أصغر من اللي كانت حاضرة. ده تطورنا بالنسبة الجزء السياسي فيما يتعلق بالتمثيل ده. انما القانون بالنسبه لنا شايفينه القانون جيد، ولكن هي مشكلته كانت في التمثيل الجغرافي والاعداد الكبيره اللي في القوائم والمساحات الكبيره اللي يصعب تغطيتها في الواقع الحالي دلوقتي بالنسبه لكثير من الاحزاب اللي موجوده في مصر. عشان كده ممكن في وقت من الاوقات تلاقي ما حدش قايمه نزلت وما فيش قايمه ثانيه نازله اقصادها، وده صالح العمليه الديمقراطيه. انت عايز فرص اكبر للناس، ممكن تكون ان هي تخش تشارك ونفس حقيقيه والناس تقدر تفوز، انما بالطريقه دي لا، ممكن يكون الوضع صعب ان حد يتحرك مثلا على ربع الجمهوريه مره واحده، تعيد كله مره واحده صعب. حضرتك بتتكلم عن انتخابات النواب والشيوخ، لكن لو رحنا للانتخابات المحليات، انا شايف بالنسبه للمحليات حل المشكله هو واضح من خلال المشرع وأجهزة الدولة، إن المحليات على الحقيقة أخطر من مجلس الشعب. فإحنا هنحل المشكلة دي إزاي؟ لو انتظرنا سنين طويلة عشان نحل مشكلة المحليات، عشان عايزين نعملها مرة واحدة 55,000 مقعد على مستويات، وبرضه مش ضامنين إن يدخل فيها وتصفيتها، وإحنا أصلاً في معركة وجودية مع أطراف هي بالنسبة لها لا تريد، كما يطلق عنه السيد الرئيس، يعني كده أهل الشر. فده واقع صعب يعني السيطره عليه او التعامل معاه. فاحنا كحزب الصحه والنهضه من وجهه نظرنا فيما يتعلق بالمحليات، ان هي تتعمل بايلوت كده وتجربه زي ما حصل في التامين الصحي في بورسعيد. نيجي نقول مثلا نشوف القانون الاول ونطبقه في محافظه صغيره مثلا زي بورسعيد مثلا، نشوف الكلام ده حصل ايه، طب النقطه يعني وصلنا لايه، النتيجه ايه. فمش لازم نعمل المحليات كلها مره واحده، ممكن نعمل محليات تقسيمها ورقه عملها حسب ظروف كل محافظه. يعني اسكندريه جاهزه نعمل انتخابات المحليات بتاعتها، بورسعيد جاهزه، وقبل ما نطبق ونقول القانون بشكل نهائي وشكله عامل ازاي، نعمل زي التامين الصحي نطبقه في محافظه صغيره ونشوف نتائجه. لكن من الناحيه الاجرائيه حضرتك شايف انه ده سهل استاذ هشام؟ طبعا. ايه المشكله ان انا مثلا اجي اقول ان انا هعمل انتخابات زي اي انتخابات نادي ولا اي انتخابات في محافظه، اعمل انتخابات محليات في بورسعيد،
ما هي المشكله ان انا اعمل انتخابات في بورسعيد وتيجي واشراف قضائي، او ان هي بالنسبه لها حسب القانون هيطلع ازاي، ونشوف كلنا ونتفرج والنتيجه ايه والمشاكل ايه، ولو في مشكله ومجلس الشعب شغال لسه في ادوار انعقاد يرجع القانون تاني ويتعدل من واقع التجربه الواقعيه. والله شفناها كويس، ممكن نعممها بقى وناخدها بالتدريج. انا مش هقدر اعمل انتخابات على مستوى المحليات على مستوى الجمهوريه ابدا مره واحده. 55,000 مقعد ده صعب، ضد الظروف اللي بتمر بيها البلد صعب جدا. فانا ممكن اعملها بالتدريج على يعني حتى مراحل تجربه واشوف ونعمم بعد كده ونتحرك. تمام. لو رحنا لاقتراحاتكم بشان القانون الحبس الاحتياطي. والله احنا شايفين الحبس الاحتياطي دلوقتي مع استقرار البلد بشكل كبير جدا، وان احنا حاسين ان اللي محتاجين نبينه في مصر دلوقتي، الحمد لله سياده الرئيس والاجراءات اللي تم اتخاذها، احنا كافحنا الرئيس ومعاه دولاب الدوله والمؤسسات السياديه كافحه الارهاب ببساله، ويعني رفعت راس مصر وحمتها حمايه كبيره. ودلوقتي احنا بنكافح في الملف الاقتصادي بشكل كبير جدا. احنا بقى عايزين نوري للناس الجمهوريه الجديده ان هي بتطل عليها، ان مفيش فيها حاجه كده مخليها شكلها منفذ لحد بيتكلم وانت دلوقتي مش محتاجه. يعني انت دلوقتي بالنسبه لك، انا شايف ان قانون الحبس الاحتياطي بالمدد المفتوحه بيدي ظلال مش صحيحه، في حين ان انت بالنسبه لك اللي انت متاكد منه اجراءاتك صارمه وعندك قانون واضح للارهاب وتدخلات واضحه. ففتح الباب ان هو يدي الشكل العام للدوله، واحنا في اطار دلوقتي عايزين نتوسع في الاستثمار، فاللي احنا شايفينه فيما يتعلق بقانون الحبس الاحتياطي هو يجب مراجعته عشان ما يفتحش ابواب للشكل العام او للراي العام او شكل الدوله المصريه اللي هي خارجه منتصره في معركه كبرى ضد الارهاب، معركه يعني اقتصاديه طاحنه بيتربص بينا من كل مكان، واحنا خارجين منتصرين. شكل الدوله قوي، وعايزين نطل على الناس بدوله عصريه قويه حققت انجازات غير مسبوقه في تاريخ مصر حديث. ف يعني انا شايف ان الحاجات اللي زي كده بقى، قانون الحبس الاحتياطي، وبعدين شويه ممكن يكون ناس على فكره ممكن تكون تستحق الحبس اصلا. بس هي اصلا الشكل بقى كده واخراجه يخلينا احنا كدوله او كشكل واحنا متحركين عامل لنا مشكله في الاستثمار، كل شويه زايد علينا. يعني بكلامك عن الاستثمار استاذ هشام، فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي اللي الدوله اعلنت عنه يوم 23 ولحد 25 اكتوبر ان شاء الله، اقتراحاتكم ايه؟ الملف الاقتصادي. انا شايف ان في الملف الاقتصادي على الرغم غير الظاهر تماما ان الشكل فيه اوضاع اقتصاديه متعثره، اللي انا عايز اقوله ان القياده السياسيه المصريه والاقتصاديين اللي موجودين في مصر بياخدوا معركه شديده الضراوه من ايام كورونا. واللي هو اللي فاهم في الاقتصاد والمعدلات الاقتصاديه، احنا خرجنا يعني الدوله الوحيده اللي خارجه من كورونا محققه نمو ايجابي. خارج بعديها بقى حرب روسيه اوكرانيه، فالوضع صعب جدا، واحنا على الرغم من ذلك ما زالت الدوله متماسكه وما زال دولاب الدوله بيشتغل على قدم وساق والمشروعات مستمره. فانا شايف من ساعه اعلان ملكيه الدوله وفي شفافيه من الحكومه في توجه جاد في حل مشاكل استراتيجيه اقتصاديه في مصر بطريقه بنفس طريقه السيد الرئيس، حل جذري حاسم نهائي. فأنا شايف إن الملف الاقتصادي ملف صعب، الملف اللي طلع في ملكية الدولة جيد وراقي والسيفتي بشكل صحيح. نعم. المؤتمر بقى هيوضح بقى احنا يعني بالنسبة لنا ايه اللي موجود؟ ايه الفرص اللي موجودة؟ طب ايه معوقات الاستثمار؟ هنشتغل ازاي؟ اشتغل عليها بصورة جادة جدا. وأنا شايف إن النوعية دي، إن الحكومة قوية وإن الدولة قوية جدا، إن هي بتفتح الكلام، واللي عايز يتكلم عنده مشاريع واللي عنده توجهات اقتصاديه. وربما الشفافيه هي العنوان الابرز. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هشام عبد العزيز، رئيس حزب الاصلاح والتنميه، كنت معي هاتفيا من القاهره.